السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية زراعة وتجهيز النباتات في المنزل. اليوم راح أشرح لكم طريقة جدا بسيطة لزراعة بذور الذرة الصفراء في المنزل من البذور. هذه هي بذور الذرة الصفراء. طبعا بإمكانكم استخدام ذرة الفوشار أو ذرة الشامية اللي احنا نشتريها من السوق. طريقة جدا بسيطة، راح نحتاج علبة بلاستيك لها غطاء، وراح نحتاج منديل ورقي. راح ناخذ المنديل ونضعه داخل هذه العلبة ونضع البذور هذا الشكل ونرشه بالماء. ونغلق العلبة ونضعها في مكان ما توصل الشمس نهائيا، مثلا أنا وضعتها فوق الثلاجة. بعد حوالي تقريبا 3 أيام، بالضبط 3 أيام، راح أجذر عندنا البذور. مثل ما تلاحظون الآن هي جاهزة للنقل إلى التربة. هنا نعمل فتحات في التربة ونغطيها. بغطيها بهذا الشكل، نسقيها بالماء. الآن نضعها في مكان يوصل إلى ضوء الشمس لتسهل عملية الإنبات. بعد 4 أيام من وضعنا بذور الذرة في التربة، ظهر عندنا الساق والأوراق. أصور لكم مراحل النمو حتى يكون كل شيء واضح بإذن الله. وهذه بعد أسبوعين من وضعنا بذور الذرة في التربة تكبر عندنا النبتة بهذا الشكل، تكثر أوراقها مثل ما أنتم تلاحظون. هنا أنا كبرت عندي نبات الذرة، نقلتها لمكان أكبر حتى تحمل الثمار إن شاء الله. هنا كبرت أوراقها. هنا أنا كبرت عندنا النبتة وبلشت تحمل عندنا الثمار. هذه هي ثمار الذرة. هنا أنا واحدة أخرى. هذه هي الذرة. هذه واحدة أخرى. ممكن أن تزرعون الكمية اللي أنتم راضيين تحصلون على ثمار أكثر إن شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وعمل مشاركة ولايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.